السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزي الطالب، سوف نتطرق اليوم إلى درس جديد دائما في إطار نصوص الدعم والاستثمار. النص بعنوان وهو النص رقم 10، إنية وأصالة، بقلم المرحوم مولود قاسم نايث بالقاسم، وزير الشؤون الدينية والتعليم الأصلي سابقا. إذن تابع معي. لقد اخترت كعنوان إنية وأصالة، لقد اخترت كعنوان لهذه الكلمة الإنية والأصالة، وأقصد ذلك الوعي، ذلك الوعي الحاد بالذاتية والشخصية، وهي تلك الإنية التي يتكلم عنها ابن سينا، والتي تتلخص في أنه كان قد تصور نفسه معلقا بين السماء والأرض، وأن جسمه قد انتزع منه وفي حكم العدم، ولم يبق له في تلك اللحظة وهو بين عالمين إلا ذلك الوعي الحاد بوجوده وشعوره بذاته المتميزة القائمة بذاتها والمستقلة عن غيرها. وهذا التصور لابن سينا هو الذي كان الأصل في ذلك الكوجيتو الديرارتي المعروف، الذي يقول أفكر فأنا إذن موجود. لقد كنا في العهد الاستعماري معلقين بين عالمين منزوعة عنا جنسيتنا الجزائرية، وغير معترف بنا ولا معاملين كفرنسيين، ومع ذلك كنا أكثر ما نكون اهتزازا بذاتيتنا وتعلقنا بمقومات شخصياتنا من دين ولغة وتقاليد، وبعدا عن كل ما يمس أو ينال من قدسيته، أي قدسية الدين واللغة. وقد كنا نقاوم جميع الأمراض الاجتماعية والآفات المستوردة إلينا الغربية عنا، الغريبة عنا، وكان ذلك بدافع من الذود عن هذه الإنية وتلك الأصالة، رافضين كل ما يفصلنا عن محيطنا الطبيعي، ولجميع مظاهر الإدماج والمسخ وسائر محاولات الإذابة والسلخ. وكان هناك إجماع على هذه البديهيات بين أغلب أفراد المجتمع، وبذلك ضمننا لأنفسنا الديمومة والحياة عبر العصور والأعاصير. ولكن يجب علينا أن نعترف اليوم أن بعد زوال الخصم، أي الاستعمار الفرنسي، واختفائه من سطح أرضنا، قد بدأت تلك الحصانة تضعف، وأخذ ذلك الشعور بالإنية والأصالة يتضاءل، وأصبح الكثير يتساهل فيما لا ينبغي التساهل فيه إطلاقا وبأية صورة من الصور، إذا لم نرد الإنمحاء والذوبان. وفي الوقت الذي نرى فيه دولا صناعية ودولا قوية متقدمة ودولا متينة الأركان، تكافح بكل صرامة وحزم وعزم كل ما قد يضر بتماسك شخصيتها وسلامة مجتمعها، نجد أفرادا ممسوخين في مجتمعنا، أي مجتمع الجزائري، يرمون كل نداء عندنا إلى الفضيلة بالتزمت والجمود، بل والرجوع إلى القرون الوسطى وعصور الظلام، ذاهبين في جهلهم إلى حد الخلط بين القرون الوسطى الأوروبية والإسلامية، وناسين أن القرون الوسطى لدى الأوروبيين في عصر الظلمات والتأخر، بينما هي في الإسلام، أي القرون الوسطى في الإسلام، تمثل العهود الذهبية للحضارة والثقافة والنور. وفي الوقت الذي يرفض فيه برلمان إسرائيل السماح بتقديم الخنزير في بواخرها السياحية لغير اليهود لأن دينهم يمنع ذلك، نجد المتحررين لدينا من كل وازع مانع يدعون إلى التسامح وعدم التعلق بما يسمونه الأفكار البائدة. وإذا كانت الأسرة هي الخلية الأولى في جسم الأمة كما يقول علماء الاجتماع، فإن الأسرة هي عماد المجتمع ونقطة الارتكاز فيه، إذ بسلامتها تستقيم حياة الأسرة،
وبسقمها تسقم وتندثر وتنهار أركانها. وإذ نقول هذا فلسنا من أنصار بسمارك الذي حدد للمرأة الألمانية 3 واجبات فحسب، وهي الأطفال والمطبخ والكنيسة، بل نحن من أنصار ابن باديس الذي كان يلح كل الإلحاح على ضرورة تعليم البنت وإشراكها في حياة الأمة بصفة أكثر فعالية مما قدرها له بسمارك المستشار الحديدي كما يسميه الألمان. يقول ابن باديس رحمه الله: علينا أن نشرك معنا نساءنا فيما نقوم به من مهام مصالحنا ليقومنا بقسطهن مما يليق بهن في الحياة على ما يفرضه عليهن الإسلام من صون ووقار وحشمة وعدم زينة واختلاط، أي واختلاط بالرجال. ولن تكمل حياة أمة إلا حياة إلى بحياة شطريها الذكر والأنثى. ويردف قائلا: وذلك أن المرأة هي ربة البيت وراعيته والمضطرة بمقتضى هذه الخلقة للقيام به، فعلينا أن نعلمها كل ما تحتاج إليه من القيام بوظيفتها، ونربيها على الأخلاق النسوية التي تكون بها المرأة امرأة لا نصف رجل ونصف امرأة، فالتي تلد لنا رجلا يطير خيرا أو خير من التي تطير بنفسها. انتهى نص السيد مولود قاسم نايت بالقاسم وزير الشؤون الدينية والتعليم الأصلي سابقا. إذن تعال معي عز الطالب لنحلل هذا النص معا ونقسمه إلى عناصره وأفكاره الأساسية لنصل فعلا إلى ما يريد قوله هذا الأديب أو هذا السيد، يعني الذي كان. هل تعرف من هو إذن هذه الشخصية؟ إنها شخصية بارزة معروفة في تاريخ الجزائر، وهو مولود قاسم نايت بالقاسم. كان من المثقفين الكبار في الجزائر ومن البارزين في الدولة، وكان وزيرا لشؤون الدنيا سابقا، ومع أن الشؤون الدنيا كانت والتعليم كانت وزارة واحدة لم تكون وزارتين منفصلتين، بحيث كان التعليم مندمج مع وزارة الشؤون الدينية، فكان هو الوزير شؤون الدينية والتعليم الأصلي في الجزائر سابقا. وله مؤلفات، وهو يتقن عدة لغات منها الفرنسية والألمانية والعربية، وله بحوث في اللغة العربية، وهو يعني من الرجال البارزين في الدولة وفي الأدب. إذن لقاء قال نشرح معنا مثلا إنية وأصالة، إذن فهم المقصود بكلمة إنية وأصالة. إذن إنية يقصد بها ذلك الوعي الحاد بالذاتية والشخصية. إذن الوعي الحاد بالذاتية والشخصية. وماذا يقصد بالأصالة؟ الأصالة، الأصالة جاءت من كلمة أصل، ويقصد به كل العادات والتقاليد، أو يقصد به كل ما هو من جذور أو الأصول، أصول الأمة وجذورها، أو المقومات الشخصية، يقصد بها المقومات الشخصية. للأمة، وما هي المقومات الشخصية للأمة عز الطالب؟ لعلك تدرك أنها أولا الدين واللغة والعادات والتقاليد. نعم، إذن هذه هي المقومات لكل أمة مهما كانت، إذن مقومات تقوم بها، وهذه المقومات هي الدين أولا واللغة ثم العادات والتقاليد. إذن ولا يمكن لأي أمة أن تنسلخ من هذه المقومات بحيث لا تصبح لها جذور. فالشجرة إذا لم تكن لها جذور فإنها تكون في مهب الريح، أي نسمة تهب تسقط هذه الشجرة،
بينما الشجرة إذا كانت لها جذور عميقة في الأرض نجدها تثبت للأعاصير والرياح مهما اشتدت. هكذا الأمة إذا كانت متشبثة بأصالتها أي بمقومات شخصيتها فإنها تكون ثابتة رغم الأعاصير، رغم الفتن، رغم الحروب، رغم وسائل المسخ ووسائل السلخ كما سماها الأستاذ. إذن وهذا ما نجده مثلا في فترة الاستعمارية. ماذا يقول الأستاذ؟ يقول إننا كنا في فترة الاستعمار متمسكين بأصالتنا، متمسكين بديننا وبلغتنا، رغم كل وسائل الاستنساخ ووسائل المسخ التي فرضها علينا الاستعمار الفرنسي. لكن بعدما تخلصنا من هذا الاستعمار بحمد الله وبعونه وأصبحنا مستقلين، أصبح هناك ناس يتهاونون ويتسامحون في هذه المقومات كالدين واللغة، ومن بينهم أنهم كانوا يرمون كل نداء عندنا بالفضيلة بالتزمت. إذن كانت الفضيلة تساوي عندهم التزمت والجمود والرجوع إلى القرون الوسطى والعصور وعصور الظلام. فكل إنسان متمسك بدينه وبلغته وبعادته يسمونه متزمت أو رجعي، وهذه هي الألقاب التي أطلقها هؤلاء الناس الذين كانوا يريدون أن ينسلخون من شخصيتهم ومن عادتهم. ألقاب أطلقوها على هؤلاء الناس الذين تمسكوا بعادتهم، تمسكوا بمقومة شخصيتهم كالدين واللغة وغير ذلك. وكانوا يقولون لا نريد أن نرجع إلى العصور الوسطى. فهل تعرف ما معنى العصور الوسطى عزيزي الطالب؟ العصور الوسطى بالنسبة لأوروبا هي عصر الظلام، عصر الانحطاط، عصر الجهل. لم تكن هناك مدارس، لم يكن هناك أطباء، لم يكن هناك علم. كانت الكنيسة تسيطر على أوروبا، وكان ما يسمى هناك بسكوك الغفران. سكوك الغفران هي التي يعدها الكهنة لكل من يريد أن يدخل الجنة فيبيعونه سكر من سكوك الغفران. فهل يعقل هذا؟ إذن بينما العصور الوسطى في الإسلام تعني العصور الذهبية أي عصر الدولة العباسية وغيرها، في زمانها كانت الدولة العباسية تحكم بين المشرق والمغرب، وكانت هناك خلفاء يعني كبار وعظماء من أمثال هارون الرشيد وغيرهم. في زمانه أهدى كانت أوروبا كلها تخطب ود هارون الرشيد في العصور الوسطى، وتأتي له بالهدايا وتبعث له بالوفود لكي تخطب وده وتجدد معه علاقات دولية. فكان هارون الرشيد قد أهدى لملك أوروبا شارلمان، أهدى له ساعة من البرونز المطلية بالذهب، وهذه الساعة غاية في الإتقان والجودة، حيث يخرج منها 12 فرسا ويعودون وتغلق من خلفهم الأبواب. فلما وبعث إليه أيضا أنواع من الطيب والحلي وأنواع من الألبسة الفاخرة والشمعدانات وغير ذلك مما يبعثه الملوك لأقرانه من ملوك. فلما رأى شارلمان ملك أوروبا في ذلك الزمان أن رأى هذه الساعة أن يفر منها وحسبها من السحر، وهذا ما ضبطه المؤرخون في كتابتهم عن العصور الوسطى في حياة المسلمين. إذن العصور الوسطى في حياة المسلمين هي العصور الذهبية، عصر النور، عصر الثقافة، عصر الإبداع، حيث كان يوزن الأديب بكتابه ذهبا. فالملوك الذين قدروا العلم وقدروا الكتاب والتأليف فكانوا يزنون الكتب بميزان الذهب، فكيفما وزنه يأخذه صاحب الكتاب ذهبا. وهذه هي القيمة التي أعطاها خلفاء المسلمون في العصور الوسطى لأهل العلم والثقافة والأدب. إذن سنتم درسنا فيما بعد. أستودعكم الله، والسلام عليكم.